بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحياتنا لكم متابعينا الاعزاء، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا لاباس كما عودناكم. دائما نجيب لكم حاجه جديده ودائما ندخلوا في جديد. كما راكم تشوفوا خاوتنا، هذو المحركات اللي راكم تشوفوا فيهم تقريبا هذو المحركات عودنا لهم لا ريفيزيون. كما يعرفوا ونعرفوا كامل بلي الموتور كي ديروا لا ريفيزيون ولا تشري موتور باطين تاع لاكاس ولا تشري موتور كومبلي من عند تاع صحاب لاكاس ولا تشري موتور جديد في الكارطونه، ماشي راح يكون فيه بون ديشابمون اللي هو البون ديشابمون اللي يكون فيه الكاتاليزور. تقريبا كاين ناس بزاف غلطوا نحاو الكاتاليزور، وبالك حتى حنا غلطنا كنا نحينا من قبل الكاتاليزور باسكو ما كانش عندنا الحل تاع لو نيتواياج. الحمد لله اليوم اليوم قدرنا نوفروا ان ماشين اللي تنيتواي الكاتاليزور. هذو لي فيكيل تقريبا بالك الناس بزاف عنده يركب موتور يقول لك ما شدليش بزاف ولا ياكل لي في الزيت. علاش؟ باسكو يكون ديجا الموتور الاول ديجا هلك له الكاتاليزور وغلق له كامل تكورماطا، يزيد ما يركب موتور في الكارطونه يبقى له لو ميم بروبليم. علاش؟ باسكو ما دارش نيتواياج تاع الكاتاليزور. كيما راكم تشوفوا هذو لي فيكيل كامل اللي راهم عندنا هنا في الورشه في لاتيلي، ما حاولش راك دير هذه تنحي لها كاتاليزور. صح صح، نحينا لا بوتي تاع الكاتاليزور. كيما راكم تشوفوا اليوم رانا مع خونا ومرحبا بهم ان شاء الله عندنا في الورشه تاعنا وتاعهم، يعني يعطينا توضيح. حنا مادام جبنا لكم لا ماشين هذه الرول تاعها تخدم لتنطوي لا بوتي دي شابون اللي هي الكاتاليزور اللي في تاباتيتين. على كل حال حنا شفنا بزاف ديال الماشين، انا واحد شفت بزاف ديال الماشين. وعلاش انتيريسي بهاد الماشين هذي؟ باسكو فيها بزاف لا سيكيوريتي وفيها بزاف مزايا، يعني خلاتني انتيريسي بها وندير لها اون بيبليسيتي باش خاوتنا ثاني يقدروا يشرو منها، الناس صحاب الورشات يقدروا يشرو منها. نعطيكم بعض الحوايج اللي عجبوني انا قبل ما يهضر صاحب المشروع هذا. يعني هذه لا ماشين الحاجه لافونتاج تاعها الاولى انها جزائريه وانا سيبورتي ليكيباسيون. على كل حال شوف الماشينه هذه، شوف الكارو هذا اللي راكم تشوفوا فيه، هذا الكارو تما اللي كان ماني كسرات شوف هذا اللي كان هذا. انا شفت ماشينات تما نحكيو ماذا بينا حنا نحكيو على الماشينه هذه. كي نقولوا حاجه مليحه تبان وحدها الحاجه اللي ماشي مليحه. لافونتاج تاعها الماشينه هذه انها تكون لو سيكيوريتي بزاف، فيها لا سيكيوريتي على اللي يخدم باسكو علاه لا بريسيون اللي تخدم بها لا ماشينه هذه باش تطلع الكاتاليزر اون بريسيون كبيره، لا هوت بريسيون. لا بريسيون هذه اللي تقدر حتى يطلع لك حاجه على عينيك. لو برودوي اللي نغسلو به برودوي شيميك بيان سور، اي برودوي تخدم به تغسل به من الحين او برودوي شيميك اون فوا تيسك لابو تاعك ولا اي حاجه ديجا لو بريمي دونجي هذا هو هذا سيو نيفيتي ولا لو دونجي هذا باش تيفيتي تيفيتي بلا شامبر. على بها عجبتني. دوزيام دي شوز اللي عجبتني فيها انه الماء نتاعها ما يبقاش يمشي، ماشي ما تبقاش مبلاصي فيها الروبيني تما غدوا راح الماء ما نقدرش نغسل الكاتاليزور. لا هذه الماء نتاعها يعاود نفسه، يلقى روحو يعاود نفسه. تما هذه هي لافونتاج الثاني نتاعها اللي عجبتني فيها. اللي عجبتني فيها لا سيكيوريتي، وثاني لا ماتير اللي مخدومه بها ماشي الماتير اللي ترشى. باسكو شفت بعض لي ماشين ديجا صداو كان شفتهم بعيني شي زعما. يعني نتمنى هذا المشروع تاع خونا يكبر، ومن مشاريع اخرين اللي يخدموا في الامام في الشيء هذا تاع لي ماشين اذا كان عندهم بروبليم يحسنوا من المستوى نتاعهم. ما فيها والو، رحم الله امرئ اهدى لعوله. نخلي خونا يعطيكم فكره على الماشينه. بارك الله فيك. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، يعطيك الصحه. Température plus de 200 degrés. Il y a une double protection contre la rue, à la cité. Le deuxième, qui est à la sécurité, le verre, c'est du verre trempé. La cabine, la sécurité, qui est à le produit, mais c'est le produit. Parce que la haute pression, qui est dégagée de la galerie, le catalyseur, il faut que des particules. Donc, tu peux pas être avec un ballon, avec un hajat tête. Donc, quand tu as la cabine, tu as un jack, tu as un d'offre. Tu as des blessures un peu graves. Le troisième, qui est à l'eau. احنا بنعاني من ريزرفوار اللي فيه الماء ريسيكلي يعاود يدور باش نقصوا الاستهلاك تاع الماء. الماء على بالنا باللي راه حاجه عزيزه اللي وصى عليها امام راسه السلام، احنا ما نضيعوش الماء
حتى في الوضوء، فما بالك النطوايه تاع تاع الكاتاليزور في ترابارتيكي فيها ريزرفوار تاع 80 لتر في 90 لتر يدور الماء دون ان سيستم دو فيتراسيون، يعني الماء يدوز يتصفى باش يعاود يطلع. ما حبيناش نديرو فيها ان برونشمون ابارون باسكو ان كاتاليزور باش يكون توايا مليح يقدر ياكل حتى 115 لتر. 115 لتر في كاتاليزور لو كان تخدم ربعه في النهار حسب لي كونتيتي تاع الماء اللي راح يضيع. دونك درنا فيها ان سيستم دو سيكلي. عندك لا تمبيراتور دو فيها ريزيستونس انتيغري داخل ليزيرفوار اللي طلع على تمبيراتور حتى 80 دقيقة. عندك ميم لو تيموان يغسل بالماء سخون، لازم الماء سخون الكاتاليزور لا كالامين باش يفطروا خاوتنا. لا كالامين كيما كامل الميكرو بارتيكول كربونيك يتنحاو ولا لاكريس يتنحاو بالماء سخون ماشي بالماء بارد. الماء بارد يرونفورسي لاكول تاعهم الداخل، لو كان تغسلو بالماء بارد راح يزيد تعاونو باش يزيد يلصق الكاتاليزور وما يتنحاش. دونك لا ماشين فيها ان طابلو دو كوموند بزاف ساهل، كنا بالعاني سامبليفي باش كامل لي ميكانيسيان يجيهم ساهل ليتيليزاسيون تاعو. دونك عندك كوموند دو تمبيراج، كوموند دو ريزيستونس اللي تشعل بها ريزيستونس، عندك ليكليراج، عندك لو بوتون ستارت هو لو مام بوتون سيكيريتي لا قدر الله اذا كاش ما صرا. عندك لو تيموان تاع لو فولتاج باش الانسان يعرف شحال لو فولتاج عنده في الكراج. عندك لو بوتون ستارت و ستوب تاع لا بومب تاع الماء. وعندك لو بوتون اللي هذا هو البلوز امبورطون في النيتواياج ليفاكياسيون تاع لاكراس ولا كالامين على دي كومبريسور انتيغري. ما ننساوش بلي الماشينه فيها ان كومبريسور انتيغري اللي يطلع حتى 16 بار ليفاكياسيون. 16 بار بزاف شويه على الكاتاليزي، راح نخدموا من الان ل 4 بار في النيتواياج. دونك طابلو دو كوموند بزاف فاسيل ا يوتيليزي، ميم لونتروتيان تاعها. On a le réservoir pour le bon entretien, pour nettoyer rapidement, pour faire le démontage. Donc, le démontage est facile, on peut faire un nettoyage, on peut faire un nettoyage qui est propre et clean pour les catalyseurs. Imaginez la chose qui est mise à حاجة اللي تميزها الطرح انها ما تسحق حتى حاجة بلاتيني ميكانيك، تسحق فريزا تاع 220 فولت. هذا ما كان خويا كريم خاطش كاين ليزاتيلي على بالنا بلي لي ريسورس على لي ريسورس قلال الماتيريال، ماشي كامل ليزاتيلي ميكانيك عندهم كومبريسور، ماشي كامل ليزاتيلي ميكانيك عندهم برونشمون تاع مسحون. سي بوزا درنا فيها كلش انتيغري، تستخدم وحدها الكومبريسيون تاع الهواء وحدها كلش. انا عجبتني بزاف 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 شابة. شوف قلت لك بزاف لي كاليتي تاع لي ماشين. انا ما كنت بكري ما نديسيدي نشري وحده باسكو انا راني في اوروبا ما يخدموا بها او بيور بوربون هما تسمى الكارديرون اللي يمشيو به ديجا هو نقي هو ما يوسخش الصوالح كيما هادو. سيك هنايا واش حبينا نقول لكم، حبينا نقول لكم مام خاوتنا خاوتنا متابعين صحاب الناس اللي حبست زعما دير نيتواياج ل وكان راني نطلع في الماء حتى تطلع يطلع الماء نشوفو يسيح من هنا او يطلع ديجا كي يبدا ديجا يسيح او مازال ما راك تشوف كلش بعينك تسمى بيان ما الضو هاي من تشعل من نطفيها خضرا بيد الله او يسيح الماء نحبسو الماء صح نحبسوه من الحضرة صح. وبعد هنايا واش نديرو هنايا لا طونكي 37 مليحة مليحة صافي هنايا نضربو قفالة هاد كلمتها الله يبارك طابو ان شاء الله كاع خايفين صافي دوك نزيد الماء صافي الماء خليه توجور يسيح المهم خضرة بإذن الله اضرب بالماء تقدر تضرب بالماء فوالا الماء ويسيل ضرب وتسخن الماء ما شاء الله مع البرد هذا هاي تشوف طريقة هاي اروح هذيك كيف يخدموا معايا الله يبارك مجاهدين هذا هما الجنود دار والله الله يبارك الله يبارك الحاله شوف على هو ما شباب المستقبل ربي يبارك واش رايكم؟ مليحه سي باسا كي تكمل حبس الماء حبس الماء وضرب غير بالنفس باش يخرج كاع الماء اللي بقى صح.
زيد له ريغيلاتور هذاك العكس دور زيد دوكي لا هكذا ايوا زيد حتى السي بار كاع كي يكون نفس وحده معليش فوالا المهم خضره بيدنا هكذا تفتح تضرب تحل الروبيني هذا لا تغلق الروبيني هذاك تغلق الاخر تعاود تشعل الماء ديالك تعاود تشعل الماء تضرب لي طوال هو ماشين تاعك كامل يوسخ كامل يقعد هنا اصلا يقعد نقيه ما سخون كريم سخون انا مش اللي عارف الصيف داروا الدور هذا الباب صح نغلقو الروبيني تاعنا حبسو الماء ننصحكم حاجة مديروش عليا انا راني كبرت في يديا خلاص طابو اللي يخدم بها يدير ليكم تحياتنا ليك السلام عليكم السلام دير نيتواياج خاوتنا كيما قلت لكم لأي كاتاليزير حنا رانا موجودين ومرحبا بكم عندنا في البويرة المكان معروف سيدي زيان طارق عين بسام داركم مرحبا بكم خوتنا المتابعين وان شاء الله نكونوا فدناكم كما خونا يجرى كاينه اير ماشين هذه وين رايحه هذه تيزي وزو حبيت نقول لكم مام الناس اللي حبيت لي طواي الناس اللي نعرفهمش اير ماشين كيما سيد احمد او معروف جانا درنا معاه فيديو سيد احمد راه في بلاصه طوالي رافيس طوالي اعطيني شويه مجموعه باش الناس تعرف باش تولي الناس تصد لي زاتي. شوف احنا عندنا بزاف دي كليون باغ اكزومبل عندنا سيد احمد حنا موطرنا في طوالي عندنا سمير اش دي في وهران عندنا جروب ميكانيك العلمه في خميس كشناه في العلمه عندنا في تيزي وزو هذه راه دوزيام ان شاء الله اللي راح تكون في لا ولايه تيزي وزو عندنا مستغانم ارزيو ان شاء الله هوني بريزون في التيريتوار ناسيونال بشار اضرار كل خصات الماشينه اتصلوا بخونا يعطيكم العنوان لادريس مليون ان شاء الله تلقاو ان شاء الله التفاصيل تاع الشركه تاعنا الكونتاكت وكلش في الكومونتير اي كان اللي عند خونا كريم ان شاء الله مرحبا بكم عندي ولا عند خوتنا كامل لي ميكانيسيان اللي نص الموتور ما يحشوش كاع من يجي يتهلا فيه نخدم له شي لازم كاع نشروها باسكو غاليه بعض الشباب مي ماهيش غاليه عليكم نتوما خاوتنا ونحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله